حب الصحابة والقرابة سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. فكأنما آل النبي وصحبه روح يضم جميعها جسدان، فهي روح واحدة. روح واحدة. سيرة الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. لهم في فؤادي هوى من هوى أبيهم أليسوا بني أحمد. فقال السلام عليك يا أبتي، فالتفت إليه هارون وقال ذلك والله الفضل. نعم والله فضل عظيم أن ينتسب الرجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. ولكن ليس معنى هذا أن أبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تلازم بين محبة آل النبي وبغض أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيها الشيعة، أيها الشيعة، من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية، جريمة جنسية. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء، ما هم بأمة خير. خالد بن الوليد، خالد بن الوليد قتل مسلم يشهد الشهادتين وفي نفس اللحظة زنى بامرأته، وفي نفس اللحظة زنى بامرأته. صلى الله عليك يا رسول الله، أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد. أنت تتحمل تبعات هذه الأمة، وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة. هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ هلا أوصيت يا رسول الله؟ العدو رقم واحد للمسلمين الحقيقيين وللشيعة هم بالترتيب عمر، أبو بكر، إبليس. من نشر الإسلام؟ من جاهد في سبيل الله؟ أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، هم حملة راية الجهاد الأولى مع النبي. ثم جاء التابعون وأتباع التابعين حتى وصلوا إلى الصين، وصلوا إلى أوروبا، وصلوا إلى أفريقيا. من نشر الإسلام؟ من جاهد في سبيل الله؟ أليس يذكرون لكم أنه لا جهاد حتى يخرج المهدي؟ لا جهاد حتى يخرج المهدي. كفي كفي وقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا غير مستنكف ولا مستكبر لأرض كربلاء. أرض كربلاء. أرض كربلاء أعظم من الحرم. أنتم بالله عليكم ماذا تقولون عن الحرم الشريف؟ الحرم الشريف. ماذا تقولون عن النجف؟ الأشرف، الأشرف. هذا ليس دين جعفر، هذا ليس دين جعفر. أي جعفر تريدون؟ أما جعفرنا إنه لا يعلم الغيب، وأما جعفر الثاني فإنه يعلم الغيبة. أي جعفر تريدون؟ جعفرنا متمسك بالكتاب والسنة، بينما جعفرهم فهو مشرع غير متمسك بالسنة. أي جعفر تريدون؟ جعفرنا يحب أصحاب النبي وخاصة الشيخين، بينما نجد أن جعفرهم خلاف ذلك. جعفرنا لا يعظم القبور، جعفرهم يعظم القبور ويرى البناء عليها. جعفر الذي نعرفه لا يكفر المسلمين، بينما جعفرهم يكفر المسلمين. الإمام جعفر الصادق رضي الله عنه. حلقات مرئية للشيخ الفاضل عثمان الخميس حفظه الله.